في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الخامس من مسافة 3 كيلومترات. هذا الشوط فئة الكبار للثنايا بكار وفئة الحيل اللي بدون أوامر في أول المراكز. الشاينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت مع الشاينية في أول المراكز، ثاني المراكز هذه الطيارة للسيد علي بن سعد بن كخان. الطيارة للسيد علي بن سعد بن كخان المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذه الشاينية للسيد سالم بن محمد المري في ثاني في ثالث المراكز، رابع المراكز هذه شواهين للسيد علي المري مع شواهين في رابع المراكز، خامس المراكز هذه شاينية للسيد سالم بن محمد المري من الجانب الأيمن في خامس المراكز. اللي في اول المراكز ما زالت هذه الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت في اول المراكز مع الشاهينية، هذه الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت، وثاني المراكز ثاني المراكز هذه الطيارة للسيد علي بن سعد بن كخان المري مع الطيارة في ثاني المراكز، ولكن اللي في اول المراكز مسيطر هذه الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت في اول المراكز، ثاني المراكز هذه الشاهينية الطيارة للسيد علي بن سعد بن كخان المري، وانتصفت المسافة او الباقي كيلو الباقي كيلوين على النهاية والناموس. هذه اللي في اول المراكز الشاهينية بتعود ملكية الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري في اول المراكز، ثاني المراكز هذه الطيارة للسيد علي بن سعد بن كخان المري مع الطيارة في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز ثالث المراكز اللي واصل الحبل الكريم واصل في هذه اللحظات في ثالث المراكز، واصل الشاهينية للسيد سالم بن محمد المري في ثالث المراكز، الرابع المراكز شواهين بتعود بك يا شواهين للسيد علي المري، وخامس المراكز هذه شواهين للسيد علي المري في خامس المراكز، ولكن رح مع بن حبيشة راحت الشاهينية بالمركز الأول، وراحت الشاهينية في الشوط اللي بدون أوامر، هذا الشوط الرقصة تلغاي مع الشاهينية، بتعود بك يا الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري في أول المراكز، وهذا الأداء المميز مع الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري. وتباعد المساواة الشاهينية بين بقية المراكز كما تشاهدونها، الشاهينية ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المميز للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري. اما اللي في ثاني المراكز اللي واصل في ثاني المراكز في هذه اللحظات، هذه الطياره للسيد علي بن سعد بن كخان المري مع الطياره في ثاني المراكز، وثالث المراكز اعتقد انها شاهينية للسيد علي المري، ولكن روح مع بن حبيشه، روح بن حبيشه وانفردت انفراد تام الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشه النابت المري. هذه الشاهينية وهذا الاداء المميز مع الشاهينية، هذه الشاهينية ايها الحفل الكريم وبدون اي اوامر، هذا الرقصه تلغاي مع الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشه النابت المري في اول المراكز، ما شاء الله يا بن حبيشه على هذا الاداء المميز، هذه الشاهينية وهذا الرقصة التلغائي مع الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري، ترقص وحيدة خارج السرب هذه الشاهينية، وهذا الأداء المميز، هذا الرقصة التلغائي مع الشاهينية، أعطنا المسافة يا قطب بين الشاهينية وبين بقية المشاركين، هذه المسافة لا تغل عن 200 أو 300 متر بين الشاهينية وبين بقية المشاركين، هذه الشاهينية انتزعت المركز الأول وسيطرة سيطرة تامة تهانينا والناموس السيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري على فوز الشاهينية بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي لفئة الكبار، انتزعت الشاهينية وسيطرة سيطرة تامة الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري، تهانينا على هذا الأداء المميز مع الشاهينية وهذا الرقصة التلقائي مع الشاهينية للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري، تهانينا والناموس هذه الشاهينية وهذا الأداء المميز، وزود الزعفران يا راعي الزعفران، هذه الشاهينية تستاهل تستاهل الشاهينية ما شاء الله تبارك الله، أداها مميز وجميل في صباح هذا اليوم للسيد عبد الهادي بن حبيشة النابت المري، ثاني المراكز
وصلت في ثاني المراكز الشاهينية للسيد علي المري، وثالث المراكز وصلت الشاهينية للسيد سالم بن محمد المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 51 ثانية 31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.